يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه المقولة صحيحة؟ لقد أشربت محبة هذا الشيخ، فهل في هذا شيء؟ لقد أشربت محبة هذا الشيخ. الشيخ؟ نعم. يقصد مبالغة. هذه مبالغة. أشربت هذه مبالغة. قل أحب هذا الشيخ، إذا كان أنه من أهل الخير ومن أهل العلم والفضل تقول أحبه، لا تقول أشربت. هذا تشبه بالذين أشربوا في قلوبهم العجل، هذه مبالغة. نعم.